ايبي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ والنهارده فيديو اسطوري. بس قبل ما نبدا فيديو النهارده، عملت اغنيه جديده خطيره جدا يا شباب، عايزكم تسمعوها، هتلاقوها في اول الديسكريبشن. اغنيه كده حلوه لذيذه خفيفه جميله، هتلاقوها في اول الديسكريبشن. وما تنسوش كمان تعملوا لايك وسبسكرايب عندي في القناه اللي هي قناه الاغاني. ويلا بينا، عشان متحمس جدا يا شباب للفيديو بتاع النهارده. باين على الفيديو، يعني باين على الفيديو مشاهير اليوتيوب. دي ده وسولو. ايه ده، استنوا كده، ينفع نختار الشخصيات دول؟ ايه ده، المفروض ينفع. ازاي ما ينفعش ليه؟ طيب، طب هنا تقريبا ينفع نختار شخصيات تانية. صناع الماء، ايه ده، هم دول عاملين الماب. ايه ده، محمد ويوسف. ايه ده، ده عاملين كده ليه؟ هلا والله، هلا دول اللي عاملين الماب. تمام. على فكره في حد من المتابعين بعت لي الماب دي وقال لي العبها، فانا هشوف. ايه ده، في اي بي، ده تقريبا دي بفلوس. اوه مش هنعرف ندخل بروبوكس تقريبا، واحنا مش معانا. ايه ده، هلا، اهلا. هذا كتبت اهلا غلط، معلش. يلا بينا يا شباب، متحمس جدا. ايه ده باركور، اوبا كنت هقع. يلا بينا، اوعى. ايه ده، ايه موضوع الباركور ده بقى يا شباب؟ ايه ده، على فكره تعرفوا يا شباب مشاهير اليوتيوب هنا ناقصين ايه؟ ان هو حاطين دي توصل ناقص بومب. يا لهوي يا شباب، بيبان عليها صعب قوي. اذا عادي ينفع نمشي عادي. طب حلو، اوعى ما توقعنيش. كنا هنقع دلوقتي. اوبا يا عيني. ايه ده، مين ده اللي واقف كده؟ ده واقف كده ليه؟ ايه ده، هعمل ايه دلوقتي؟ ايه ده، امشي ازاي؟ اخسر؟ امشي ازاي طيب؟ ايه ده، في ايه؟ مش فاهم حاجة. انا هعدي ازاي طيب؟ ايه ده، فعلا انا مش فاهم هعدي ازاي. ايه ده، مين اللي بيطير ده؟ ايه ده، انا مش فاهم حاجة. والله فعلا مش فاهم حاجة. طب يعني امشي ازاي؟ ايه يا شباب، ده مشغلين مزيكا بقى ومولعين الدنيا. ايوه هنا بقى. ايه ده، وده واقف كده ليه؟ ده ايه ده، ماله ده؟ بصوا ده، انا عديها ازاي؟ صح، صعبه. يعني كده، لا صعبه. عجيبه قوي يا شباب. يا نهار ابيض، دي كده صعبه قوي. يا نهار ابيض، والله جديده دي، جديده عليا دي، اول مره اشوفها الصراحه. ايه ده، ماين كرافت. شباب ان شاء الله ما توقع. بالله، حرام عليك يا نوتي، والله حرام عليك. طبعا يا شباب، في ان شاء الله هنبدا اللي احنا نلعب ماينكرافت، وهيبقى اول فيديو ممكن بكره او بعده ما اعرفش، بس انتظروا عشان الفيديو هنبدا بقى نلعب ماينكرافت ونفهم فيها مع بعضيها، عشان انا صراحه مش فاهم اي حاجه في ماينكرافت. بس ان شاء الله يعني تعجبكم لو لقيت عليها تفاعل كتير. ايه ده، ليه ما الرصاص؟ ايه ده، بقى استيكه كمان. يا نهار، والله حاسس اني كنت اخسر. طب انا ممكن اعمل كده. ايوه، نط كده. يو، ايه ده، ده تفاح ده، او تفاح. هلا، تعالى يا تفاح. يا ولد، يا سلام على اللعب يا ولد يا لعيب. ايه ده، تقريبا نمشي هنا. عاش، هو ده الكلام. اوعى اللعب. المره اللي فاتت لعبنا ماب باركور، كانت صعبه جدا يا شباب، وده كان حد من المتابعين عامل الماب دي. بس الصراحه بجد الماب صعبه جدا، حتى انا ما قدرتش. يعني الفيديو كان يجي نص ساعة وما قدرتش حتى اعدي، يعني اعديها في النص ساعة، انتوا متخيلين؟ فالموضوع كان ايه ده، كل ده. طب يلا بينا. عاش، يلا بينا. بحبش دي بقى، دي صعبة شوية. نخلي حد يجرب عشان نشوف هو هيجرب. ايه ده، هي دي يا ابن اللعيبة، تسلم. هي دي ولا ايه؟ يا لهوي على الغادر، انا كنت عايز حد يجرب. مش عايز انا اللي اجرب، خلاص اديني جربت. اطلع عليا، هي دي. بعديها بقى نعمل ايه؟ استنى خليه هو يجرب. ممكن الصفرة تقريبا او الاحمر، الاصفر او الاحمر. انت وين؟ انا موجود. الاصفر، الاحمر، عاش. هنا بقى، هنا ممكن الاخضر. هي ايه بقى؟ اصفر يا ابن اللعيبه. عاش. واو، هذا افضل ماب. ايه ده، هو ليه بيجي كده؟ ده هاكر يا ابن اللذين. طب نروح انهي لون؟ انهي لون، ازرق ولا احمر ولا اصفر ولا ازرق؟ ده لون ازرق ولا اخضر؟ ايه، اخضر. الله علينا. لا مش كده. ايه ده بجد لازم نعمل كده؟ يا نهار ابيض، يا لهوي عليا وعلى سنين. الله عليا، عايش، عاش عليا.
يا نهار ابيض، الحق ده وقع. يعني كده، يا نهار ابيض، والله صعبه برضه. يا طب والله، لا هو لازم ما المسهاش. طيب ما هي صعبه سنه، يعني انا مش هيركلي، انا مش باتمان يا جماعه، انا مش سبايدر مان. يلا نوت سيف، يلا سيف، يلا سيف، نوت، يلا سيف. ايه ده، في ايه، في ايه؟ عاش، يلا هو راح في ايه ده. هلا والله، عاش، الحمد لله ما المسهاش. ايه ده، بص ده هاكر، ده عم الهاكر يا جماعه، ما حدش يستخدم هاكر يا جدعان. والله انا زوزو اختي اللي بتلعب روبلوكس معايا في كل الفيديوهات ايميلها اتبند، و بسبب اللي هي بتستخدم الهاكر، و اضطرت اللي تعمل ايميل جديد. انا بقى خايف اخسر هنا. اوه كسبت الحمد لله، عاش. بص ده، بص ده بيدخل ازاي. يلا بينا، يلا بقى بينا بقى. عايز، بص بص، عايزين نكسب هاكر ازاي اصلا. مفيش حد يقدر يكسب هاكر عشان هو هاكر نوتي. ماشي خلاص، والله هخسر. يا لهوي، عادي ماشي. تصور انت، ايوه، ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايوه ماشي. يلا بينا، حماس حماس، يلا بينا. وصيف يعني غلابة، مش بس بس بنحاول يعني، نحاول. يا لهوي على اللي بعمله ده. بص، اوه ده في ده موضوع، يا لهوي دي كبيرة قوي. بس هنحاول، هنحاول يا ابطال. يلا يا ابطال، ما تنسوش بقى اللايك بتاعكم اللذيذ الظريف الجميل الخفيف. اهو سهلة اهي، سهلة اهي. يلا بقى، يلا بلا فوق بقى، فوق، يلا فوق، يلا شجعونا، يلا الابطال. اوه دي على طول. ايه ده، ده يا عب، يا عبيط عبيط عبيط، انا كده بهزر. شوفوا الهاكر اول واحد اسمه محمد، يا نهار ابيض، 60، عدى 60. اوه عدتها، يعني يا الهي يا الهي، ايه ده، ايه ده، سهل قوي كده. ماشي طب حلو حلو، ما فيهاش اي صعوبه. ايوه كده، حاجه سهله وحاجه خفيفه كده، يعني ما ينفعش، ما ينفعش برضه. اوه لا لا، ركز ركز يا بلال، ركز يا بلال، ركز يا بلال. عاش قوي عليا، عاش قوي. يا نهار ابيض دي كبير، ايه دي كبير قوي، احنا لازم نخلص دي. ايه ده، في مين ده؟ اوه دي ده، هلا هلا يا دي ده، هلا يا دي ده. ما احنا ممكن نعمل كده على طول، اوبا كده على طول، وخلص الموضوع على طول. يلا هو سهله والله، يلا سهل، ركز بس ركز. الله عليا ايه ده، دماغي عامله كده ليه؟ دماغي بقى بطاطساية جميله، الله على البطاطساية. طيب ماشي ايوه احلى بطاطساية، البطاطساية وقعت يا جماعه. ماشي خلاص، تحس انها بسكويته كده لما بس. يعني دي تقريبا نار كده. طيب ماشي، الله عليا، يلا بسرعه مكعبات، يلا بينا. عاش قوي، هو ده الكلام، دي النطه. ايه ده، ده نروح هنا ازاي؟ كده، السلام عليا، والله لعيب، والله لعيب، مش لعيب بالله بالله. كنت اخسر لفوق اول ما بقول على نفسي لعيب. دي مش، لا لا سهل سهل. يلا نركز، تركيز تركيز، اوبا احلى فوز. ايوه بقى هو ده الكلام، عاش. اوبا نطه نطه كبيره. يا لهوي ده والله، يا عاش، عايزين نكسب دي بقى. ايه ده، ده في ايه؟ نمشي كده، يلا عايزين نكسب احنا نبقى الاول بقى، بعيدنا عن، ايوه احنا تقريبا كده الاول، عاش. بس في واحده ورايا عايزين نلحقها. عايزين احنا نكسب بقى، ونحنا نبقى الاول عليها. سيبكم الهاكر ده، عشان ده بصوا ده، ده في ليفل 60 اصلا، مش عارف ازاي. عاش، ولع الدنيا. يلا بينا، يلا بينا يا ابطال، يلا يا شباب شجعوني بقى، يا شباب شجعوني بقى يا شباب. يلا عاش قوي والله. كفو 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 كفو، بسرعة بسرعة، اوب عاش عاش جدا. ايه ده، بيقول ايه ده، واو انت برو، ايه ده حبيب قلبي اديك انت حسدتني، قلت له انت برو، انا مت على طول. ينفع كده؟ ده في متابعين معانا منورين الدنيا والله يا ابطال، يا ابطال الجيمنج. ايه ده، طب اعمل ايه؟ طيب يعني اوطي ولا اعمل ايه؟ يا نهار ابيض، ماشي اهو. ايه ده والله، ايه ده، ده فين، ايه راسي، ايه ده، انت بتضحك برضك؟ ماشي، ايه يا عم ده بقى، ما ينفعش والله يا عم، ما ينفعش والله، ما ينفع. طب اعمل ايه طيب؟ ماشي. ايه ده، طب انا ما لمستش، انا ازاي طيب؟ لا لا لا، هيكسب سيف، هيكسب. عايزين احنا نتحداه واحنا نبقى الاول. ايه ده، ده بجد ده ولا ايه؟ هو ليه بيعمل كل شويه بخسر كده؟ يبقى لازم اقف في النص. يا نهار ابيض، سيف كسب، ينفع كده يا شباب؟ اهو ما عملتش حاجة، اهو اهو كده تمام. ما هو سيف مستنيني، سيف مش اهو، بس عاش حبيبي يا سيف والله، والله حبيبي. يلا بينا، هوبا، عاش جدا. بحب انا مبات الباركور دي بصراحة، بس انتوا عايز عليها تفاعل بقى كويس يا شباب، عايزين بقى التفاعل يرجع ويبقى نور. ما تزقنيش بالله، والله نوتي،
والله والله ما هسيبك تزقني انا. طيب ماشي، هتشوف بقى اللعب. ايه ده، انا رايح فين؟ انا كده برجع. بص هو ماشي ازاي؟ مش هينفع اتنين يمشوا على حاجة زي كده خالص. ايوه امشي قدامي، ايوه كده امشي قدامي عدل عشان انا كده هخسر. صح الكلام، جدع جدع والله، هخسر. امشي بقى قدام، بيمشي عايش جدا. واحد اتنين تلاتة، اوه اربعة، مات. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، عاش جدا. ما ينفعش المس دي، اه لا دي ما ينفعش المس دي. اوه اوه عاش جدا. هو ده اللي، يا واد ايه ده انت هنا؟ ايه يا ابني انت في ايه؟ اوه يا نهار ابيض حلو والله، حلو، عايش عايش جدا يا شباب، عايش جدا. يا نهار ابيض والله، حرام والله بجد، مش عارف في ايه بقى. هنحاول، مش فاكرنا هنسكت؟ لا مش هنسكت، يلا تاني. ايوه كده تقريبا، هي كده بس. بتقعد بقى، يا نهار ابيض صعبة جدا. ما انا لازم ليها استراتيجية، دي ليها حركة معينة. حتى سيف مش عارف يعديها، انا وسيف اهو وقفنا، انا وسيف وقفنا. بصوا انا هعديها بقى. اوعى يا نهار ابيض، لا لا تقريبا لازم يعني نقف ونطلع على طول عليها. انتوا فاهميني صح؟ ماشي يلا بينا اهو يعني. بصوا كده على طول كده. لا ايه اللي انا بعمله ده؟ معلش يا جماعة انا اسف انا اسف. يا لهوي انت لسه في ماب اربعة. بيقول لي انت فين انت؟ يا لهوي انت لسه في ماب اربعة. ايه ده، ده هزار. يبقى تقريبا كده، لا الحركة دي غلط، صعبة قوي يعني. لا بصوا احنا تقريبا نعمل كده تمام، بعدين نعمل كده. ايوه كده. لا ازاي انا افتكرتها كده؟ طيب الحكاية مش هنعديها. عاش وي والله كنت هعديها، مفيش فايدة، انا مش عارف اعديها فعلا. ايوه اوه عديتها، عاش. ايه ده، عاش. يلا بقى، اوبا دي صعبة دي شوية. على مين على مين؟ هو ده الكلام. يلا بقى، اوبا اوبا اوبا. ايه ده ازاي؟ يا لهوي في حاجة بانت، انا مش واخد بالي خالص. بيت بطاطس محمرة، يا نهار ابيض، عاش جدا. يلا يلا بينا، يلا. اوه دي معاش قوي كده، عديناها تمام. هنا بقى في غد يعني، ازاي طيب انا اروح في ازاي يعني؟ لما بموت بيظهر لنا في حاجات، انا مش فاهمها الصراحه الحته دي. ده عداها، بس انا مش فاهم الحته دي خالص. طبعا هنحاول هنحاول تاني، يلا تاني يلا. اهو ايوه هنا بقى، اه فهمت. عاش، كنت هخسر والله دلوقتي والله، عاش جدا. يلا بسرعه بسرعه بسرعه، يلا نط هنا بقى، يلا بينا. هو ده الكلام، يلا بقى عايزين نكسبها، نقدر نكسبها ولا ممكن؟ اوه ده لسه بدري جدا، لسه بدري قوي. ايه ده ايه ده، اوه ايه ده ايه ده، الحاجات دي اول ما اشوفها والله. في حاجات باركور دي جامده قوي والله يعني، فعلا انا بحب قوي اكتر ما بحبها مابات الباركور. ايه ده ايه ده ايه ده، استنى استنى يا كابتن. اوه كنت هخسر والله. يلا كله ورا بعضه، ايه ده العب. بص بص بقى، اتسرعت اتسرعت عشان كده خسرت، اتسرعت عشان كده خسرت. ايه ده، همشي كده. اه ادي كده، الله عليا الله عليا انا هو انا الاول. طب حلو، بس واضح اللي هو قدامي. ايه ده، المفروض اللي هو الاول كده، بس هو مستنيني، هو مش بيعمل تحدي كده. كده احنا بنعمل ايه؟ الله احنا بنعمل مش عارف احنا بنعمل ايه كده، احنا بنجري يعني، ايه بنستنى بعضينا، عايزين نكسب مع بعض. يا لهوي صعب. لا لا صعب ايه يا باشا، سهل يا باشا. اوه عاش جدا، يلا بينا يا شباب بسرعه بسرعه. بصوا سيف كل شويه معايا عايز يعدي معايا. ايه ده، انت كل شويه بتخسر زيي. اه طب عاش، يلا بينا يلا بينا بسرعه بسرعه. دي غضاء، ينفع كده؟ طيب ماشي هنحاول تاني. انا الجزائر فين ده؟ استنى كده نشوف. ايه ده طلع جزائري حبيب قلبي سيف، والله منورني واهل الجزائر على راسي كلهم. يلا بينا يا شباب، يلا تاني يلا تاني. والله سهل، نقدر والله، بس انا مش عارف ايه، مش مركز انا ممكن. بس يلا، ده احنا عندنا كل ده وفي الاخر جينا على دي. هدي شويه بس، نبدا هنا بقى بسرعه والله بقى. ماشي بسرعه بقى. لا بص هنا مش بسرعه، دي برضك بتخص، وده برضك بيخص، وده برضك بيتخص، وده جون جون. ايه ماشي، عاش جدا عاش قوي، حماس حماس حماس. يا نهار ابيض عاش قوي. ايوه انا ايه دي صعبه قوي عاش قوي اللعب الاسطوري.
يا نهار ابيض، انا صح تعبت من مرات الباركور. انا من كتر في العرض. ايه ده، فين؟ اه ماشي، نقدر كده. الله عليا وعلى لعب الشقي. تاني تاني تاني، هنحاول هنحاول. يلا بقى يلا بقى، نحاول نحاول. نقدر نقدر نقدر. لا بس بقى يا شباب، احنا هنعمل الفيديو لحد هنا عشان كده مش هعرف. سيف هو اللي كسبني. يا نهار ابيض يا شباب، بصراحة مبات الباركور على فكرة الماب دي انتوا قلتوا لي في الكومنتات. لا لا بجد، احنا ننهي الفيديو لحد كده. بحاول اعديها بس كده يعني. عملنا بصراحة يعني فيديو حلو، عدينا فيه حاجات حلوة. بس بصوا يا، بس برضك في حاجات كتير بصراحة مش قادر اكمل. فبس كده فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحط لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجاية الجديدة. وبس كده، اي بي جيمنج، ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله، اوه يلا ولا